الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، حديثي إليكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام عن صفات عباد الرحمن وعلاقتها بالصيام. إننا حينما ننظر إلى هذه الصفات التي تحدث الله تعالى عنها في سورة الفرقان، نجد أن للصيام دورا كبيرا في إنشائها وفي تثبيتها. لعل أول هذه الصفات هي صفة التواضع، حيث قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وثاني هذه الصفات هي الحلم، حيث قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أما ثالث تلك الصفات فهي قيام الليل، حيث يقول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أما رابع تلك الصفات فهي الدعاء: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم خامس تلك الصفات هي الاقتصاد في الإنفاق، حيث يقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وسادس تلك الصفات وسابعها وثامنها هي اجتناب الكبائر، حيث يقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وتاسع تلك الصفات هي الإعراض عن اللغو، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو هو كل ما ينبغي أن يلغى ويبعد، فحياة المسلم غالية ووقته ثمين، والوقت أفضل ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فالمسلم العاقل هو الذي يحافظ على وقته فلا يقضيه في القيل والقال وكثرة السؤال. والصفة الأخرى بعد هذه الصفات هي أنهم لا يشهدون الزور، وقال تعالى: ولا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أما الصفة الأخرى فهي أنهم يستفيدون من المواعظ والدروس التي يتلقونها والتي يستمعون إليها، فقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بمعنى أنهم يعني ينتفعون ويتعظون ويعملون بما يسمعون. أما الصفة الأخيرة فهي أنهم ليسوا أنانيين، لا يريدون لأنفسهم الخير فقط، بل يريدون الخير لأنفسهم ولمن معهم انطلاقا من أزواجهم وأبنائهم وسائر المتقين.
قال تعالى في هذه الصفة الأخيرة من صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وبعد استعراض هذه الصفات الثلاث عشرة نجد أن الصيام يساهم في تكوينها وفي تشكيلها وفي أن يتصف المسلم بها. فالصيام يحث على الصبر، والصيام يحث على ترك الكذب وترك شهادة الزور والابتعاد عن الفواحش والمنكرات. وفي الصيام يتعلم المسلم القيام، قيام الليل والدعاء. ثم أخيرا ذكر الله تعالى جزاءهم فقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. بارك الله لي ولكم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.